بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض في جزئيه جديده في النيوتريشن. هنتكلم عن موضوع جديد، الموضوع ده اسمه الدايتري مانجمنت اوف رينال ديزيز. يعني ايه الموضوع ده يا شباب واحنا هنتكلم في ايه؟ باختصار كده، واحنا هنتكلم عن الناس الشباب اللي عندها امراض الكليه، مرض في الكليه يعني وكده، تمام، مرضى الكلى، عايزين نعرف ان النيوتريشن بالنسبه لهم ايه، او هم المفروض ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه، او ايه الحاجات اللي يخلي بالهم، يعني المفروض ان احنا نتابعها معاهم يعني في حته النيوتريشن دي. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا هنتكلم من جانب التغذيه على امراض الكليه. تمام كده يا شباب؟ طيب احنا الاول بس عايزين نعرف امراض الكليه دي، بيقول لك والله احنا هنقسمها على حسب الوقت، فاحنا عندنا لحد 3 شهور كده يا شباب، يبقى هنا لحد 3 months، تمام كده، من الانست لحد 3 months، قال لك ده لحد كده بنقول عليه acute kidney disease. تمام كده؟ طيب لو عدى 3 شهور يا شباب، قال لك دي بنقول عليها chronic kidney disease. يبقى تاني اقل من 3 شهور يبقى اسمه acute kidney disease، لو اكتر من 3 شهور اسمه chronic kidney disease. طيب خد بالك بقى، الكرونيك كيدني ديزيز ده بنفضل نقول عليه كده لحد يا شباب الشخص ده لو حصل له الريفيرزابل دامج، لحد لو دخل فيه الريفيرزابل دامج، في الحاله دي يا شباب بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه اند ستيج، اند ستيج كيدني ديزيز، اند ستيج كيدني ديزيز. تمام كده؟ وفي الحاله دي يا شباب خلاص، هو الشخص ده الكيدني بتاعته خلاص بقت زيرو في الفانكشن بتاعتها، يعني خلاص ما بتشتغلش خالص. تمام كده؟ ففي الحاله دي احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه يا شباب؟ محتاجين ان احنا نعمل ريبليسمنت ثيرابي، محتاجين ان احنا نعمل ايه يا شباب؟ رينال، بنقول عليه رينال ريبليسمنت ثيرابي. تمام كده؟ رينال ريبليسمنت ثيرابي، اللي قد يكون حاجه من اثنين يا شباب، يا اما ان انت هتعمل له زراعه كليه، ترانسبلانتيشن، ترانسبلانتيشن، تزرع له كليه جديده بقى، تمام، تشيل البايظه دي وتزرع له واحده جديده، يا اما ان انت هتعمل له داياليسيز. تمام؟ وده طبعا المشهور والاكثر. تمام؟ تعمل له ايه بقى؟ يمشي على غسيل كليه. تمام كده يا شباب؟ طيب قال لك والله احنا بقى عايزين نتكلم الاكيوت ده يا شباب، الاكيوت كيدني ديزيز مش هنهتم بالنيوتريشن، يعني مش هنتكلم عنها في الموضوع بتاعنا النهارده، اوكي، مش هناخدها في السنه دي. احنا هنتكلم على النيوتريشن بتاعت الناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز، والناس يا شباب اللي بتغسل كليه، اللي هم الناس الداياليسيس. تمام كده؟ طبعا الكرونيك كيدني ديزيز اصلا معناه ايه يا شباب؟ بس عشان يعني كمعنى كده عام، بصفه عامه كده للموضوع، بيقول لك ان الكرونيك كيدني ديزيز معناه ابنورماليتي سواء في الاستراكشر او في الفانكشن. تاني، ابنورماليتي سواء في الاستراكشر او الفانكشن، تمام، فبيخلي الكليه ما بتشتغلش زي النورمال، الكليه بتبقى ضعيفه بس استيل شغاله، ممكن تكون بقى بتأدي 50% من شغلها، 30% من شغلها، على حسب الدامج اللي موجود في الكليه. طب لو الكليه اتدمرت خالص، بقت الفانكشن بتاعتها زيرو، يبقى في الحاله دي خلاص بنقول عليها الاند ستيج كيدني ديزيز، خلاص الكيدني باظت. ففي الحاله دي انت محتاج ايه يا شباب؟ ريبليسمنت، رينال ريبليسمنت ثيرابي. تمام كده؟ اللي هو غالبا هيكون ايه؟ داياليسيس. تمام كده يا شباب؟ فاحنا هنتكلم على النيوتريشن في حالات الكرونيك كيدني ديزيز، والنيوتريشن في حالات الداياليسيس. تمام كده؟ طيب تعالى هنتكلم على الاول على الكرونيك كيدني ديزيز. بيقول لك يا سيدي والله احنا المفروض يا شباب ايه اصلا الكومبليكيشن اللي بتحصل عند الناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز؟ يبقى ايه الكومبليكيشن للناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز؟ قال لك والله يا سيدي عد معايا. اول حاجه يا شباب، انت دلوقتي الشخص ده الكيدني عنده بايظه، احنا عارفين طبعا الكيدني بتأدي وظائف كتيره، وبالتالي الوظائف بتاعت الكيدني دي هتتاثر على مستوى الجسم كله. يعني على سبيل المثال هناخد بقى طبعا ايه الامثله اللي موجوده عندنا في الكتاب. اول حاجه مثلا الكيدني دي كان بيطلع هرمون يا شباب اسمه الاريثروبيوتين، ده كان بيروح يعمل ستيميوليشن للبون مارو عشان يصنع كرات الدم الحمراء. طب دلوقتي الكيدني باظ والهرمون ده مش هيطلع، وبالتالي كرات الدم الحمراء مش هتتكون، يبقى بيحصل ايه يا شباب؟ الشخص ده هيبقى عنده انيمي، ده اول حاجه. طيب تاني حاجه قال لك والله الشخص ده يا شباب هيبقى عنده مال نيوتريشن. مال نيوتريشن، لان دلوقتي الكيدني دي يا شباب طبعا ايه، هي اللي بتفلتر الدم، وهي اللي بتطلع الحاجات المغذيات، وهي اللي بتطلع الالكترولايت، وهي يعني لها علاقه كبيره جدا بالمغذيات والحاجات اللي موجوده في دمك. تمام كده؟ فلما الكيدني تتاثر، يبقى انت اكيد حالتك، الحاله الغذائيه بتاعتك هتتاثر، وتدخل في سوء تغذيه مال نيوتريشن، هنعرف اسبابها دلوقتي. طيب لان دي اللي هنتكلم عنها بشكل اساسي، كل الحاجات دي هتبقى بس ايه، جاست انيوميريت بس. تمام؟ فدي اللي هنتكلم عنها ايه يا شباب بشكل اساسي، هي المال نيوتريشن. طيب تالت حاجه ممكن تحصل، الشخص ده يا شباب هتزيد الانفكشن، هيبقى معرض اكتر انه يحصل له ايه يا شباب، يحصل له انفكشن. طيب رابع حاجه هيحصل ايه، هيحصل حاجه اسمها كرونيك كيدني ديزيز بون مينرال ديزيز. بص، كرونيك كيدني ديزيز بون مينرال ديزيز، ايه يا شباب الموضوع ده؟ بص يا سيدي، مش المفروض ان احنا خدنا في الرينا ان الكيدني دي يا شباب بتعمل لك ري ابزوربشن للكالسيوم، وترجع لك الكالسيوم تاني لجسمك، تمام، وهي اللي بتظبط بقى الليفلز بتاعت الكالسيوم والفوسفورس جوه الدم بتاعك. طيب جميل، طب مش الكالسيوم ده مهم عشان العظام؟ طيب ماشي. قالك دلوقتي لما الكيدني تبوظ، يبقى انت مش هتعمل ري ابزوربشن للكالسيوم، وهتفقد كميات كتيره جدا من الكالسيوم. طيب ماشي. طب انت لما تفقد الكالسيوم ايه اللي يحصل للعظم يا شباب؟ اولا العظم هيحصل بون ديزيز. تمام كده؟ هيحصل ايه يا شباب؟ بون مينرال ديزيز، يعني هيحصل
امراض في العظام، وطبعا الشخص ده هيبقى معرض اكتر ان يحصل له ايه يا شباب، معرض اكتر ان يزيد عنده الفراكشرز، تمام كده، الكسور. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب زي ما اتفقنا خلل الكيدن هياثر على المينرالز اهمها الكالسيوم والفوسفورس، تمام كده. طيب ماشي، كمان طبعا انت لما تقلل الكالسيوم يا شباب تعتقد مين الهرمون اللي هيزيد في جسمك؟ هيحصل حاجه اسمها البارا ثايروديزم، البارا هيحصل هايبر بارا ثايروديزم، الباراثورمون هيزيد نتيجه ان انت عندك كالسيوم قليل، تمام كده. فانت جسمك عمال المفروض ان هو بيطلع ريسبونس نتيجه ان الكالسيوم قليل، فعمال يطلع باراثورمون كتير، باراثيرويد هرمونز بتطلع يعني الاليفيشن بتاعها بيحصل لها اليفيشن، بتزيد يعني تركيزها بيزيد، فالشخص ده بيدخل في حاله اسمها هايبر باراثيرويديزم، ودي حاجه من الميتابوليك، من الميتابوليك كومبليكيشن اللي هناخدها دلوقتي، تمام كده. بس احنا ربطناها يعني بالحته دي دلوقتي. طيب رقم خمسه واخر حاجه يا شباب، بيقول لك والله ان الشخص ده بيحصل له هيزيد عنده الكارديو فاسكولار ديزيز، السي في اس ديزيز، تمام كده، امراض القلب يا بقى يا شباب. وطبعا دي اللي بتموت، يعني دي يا شباب اللي بيحصل فيها ايه، المورتاليتي والموربيديتي وهكذا، تمام كده. طيب قال لك والله، طب هي اصلا الكارديو فاسكولار ديزيز طبعا في صورها المختلفه، هارت فيلير وهارت ستروك وهكذا، تمام، حاجات كتيره. طيب هيكون سبب اساسي ليها يا شباب اللي هيسبب من ضمن الاسباب يعني اللي بتعمل كارديو فاسكولار ديزيز، هي حاجه اسمها اليوريميا. ليه يا شباب؟ بص يا سيدي، الفكره في ايه؟ ان الكيدني مش هي اللي بتطلع اليوريا، اليوريا دي يا شباب هي نتيجه الميتابولايتس اللي في جسمك. طيب الميتابولايتس دي، اليوريا دي من التوكسيك ميتابولايت اللي ما ينفعش يحصل لها اكيوميشن جوه جسمك، ولازم لازم جسمك يتخلص منها اول باول عن طريق الكيدني. طيب انت لو ما الكيدني بايظه يبقى جسمك الكيدني مش هتعرف تطلع اليوريا، ويفضل اليوريا دي يحصل لها اكيوميشن وتزيد مستواها يزيد جوه جسمك، فتدخل في حاجه اسمها اليوريميا. من ضمن الحاجات اللي بتعملها اليوريميا دي يا شباب سي بي اس ديزيز او كارديو فاسكولار ديزيز، تمام كده. طيب ده بالنسبه ليه يا شباب؟ ده بالنسبه كده للكومبليكيشن اللي ايه، اللي بتحصل في الكرونيك كيدني ديزيز، ده اول حاجه. طيب انت لسه قايل من شويه ان بيحصل ساعات ميتابوليك في ده ايه، دي كومبليكيشن بصفه عامه. طب انا عايز اتكلم على الميتابوليك، الميتابوليك ابنورماليتيز او الميتابوليك كومبليكيشن ابنورماليتيز، تمام كده. بيقول لك والله يا سيدي، اول حاجه معانا يا شباب بيقول لك بيحصل اول حاجه بريفرال، بريفرال انسولين ريزيستنس، انسولين ريزيستنس، اعتقد خدناها في الاندو، عارفين يعني ايه بريفرال، يعني ايه انسولين ريزيستنس، تمام كده، الجسم ما بيستجيبش للانسولين. طيب تاني حاجه يا شباب بيحصل امبيرمنت في اللايبوليسيس، تمام، امبيرمنت اوف لايبوليسيس. طيب ماشي، تالت حاجه يا شباب بيحصل ايه، بيحصل حاجه اسمها لو جريد انفلاماتوري ستيت. يعني ايه الموضوع ده يا شباب؟ بص يا سيدي، بيقول لك والله ببساطه كده يا شباب ان احنا عندنا دلوقتي، انت المفروض زي ما اتفقنا الكيدني دي هي اللي بتطلع لك التوكسيك ميتابولايت من جسمك. طب لما الكيدني تبوظ يبقى التوكسيك ميتابولايت هتزيد جوه جسمك. طيب هو هل الطبيعي يا شباب ان التوكسيك ميتابولايت دي تزيد جوه جسمي؟ لا مش ده الطبيعي. طب التوكسيك ميتابولايت دي حاجه تبع جسمي ولا غريبه عن جسمي؟ لا، بالنسبه لجسمي لما تزيد عن المستوى الطبيعي يبقى كده غريبه، تمام كده. طيب يبقى جسمك هيبتدي يتعامل مع التوكسيك ميتابولايت دي كانها حاجه غريبه عن جسمك، فيبتدي يحصل لها ايه، يطلع لها انفلاماتوري سايتوكاينز، هيطلع لها يا شباب انفلاماتوري سايتوكاينز، يعني يعمل انفلاميشن كاستجابه مناعيه كده، تمام كده، يبقى هيطلع ايه، انفلاماتوري سايتوكاينز. الانفلاماتوري سايتوكاينز ده يا شباب هي اللي هتعمل ايه، هي اللي هتعمل الانفلاميشن دي. طيب ماشي، قال لك مش بس كده، ده الانفلاماتوري سايتوكاينز ده يا شباب هي اللي كمان هتعمل، هتزود البروتين كاتابوليزم، تمام كده، تمام. طيب هو البروتين لما البروتين كاتابوليزم يا شباب يزيد في جسم، متوقع ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه من اتنين، هيحصل حاجتين، الويكنس او هتبقى ضعيف طبعا، تمام، لان البروتينات دي طبعا مهمه جدا عشان العضلات، وكمان فتيج، تمام كده، يبقى ايه، ويكنس وفتيج، تمام كده يا شباب. طيب ماشي، ايه كمان هيحصل يا شباب؟ قالك بيحصل زياده في الكاتابوليزم، تمام كده، بيحصل ايه، زياده في الكاتابوليزم بصفه عامه بقى، بيحصل كاتابوليك ريسبونس، كاتابوليزم، تمام، ما علينا من السبيلنج، يعني زياده في الكاتابوليزم، تمام كده. طيب طبعا زياده الكاتابوليزم ده يا شباب بتؤدي الى زياده الانفكشن، تمام كده، دي بتؤدي الى زياده انفكشن، تمام كده. طيب ماشي، كلها حاجات يعني ايه، يعني يعتبر نفس الكلام اللي قلناه من شويه، يبقى زياده الانفكشن نتيجه زياده الميتابوليزم. طيب كمان هيحصل ايه، قال لك بيحصل ميتابوليك اسيدوزيس، ميتابوليك اسيدوزيس. طيب بص يا سيدي، دلوقتي يا شباب احنا لسه بنقول من شويه ان هيحصل زياده في البروتين كاتابوليزم. طيب
النواتج بتاعت البروتين كاتابوليزم يا شباب، او البروتين ميتابولايز، النواتج بتاعتها بتكون حاجات احماض اسيدك، تمام كده؟ طيب ما المفروض الطبيعي ان الاسيدك دي يا شباب او الاسيدز الاحماض اللي بتنتج من البروتين كاتابوليزم، مين اللي بيطلعها بره جسمك؟ الكدني. طب ما دلوقتي الكدني بايظه، يبقى طبيعي ان لما بيزيد البروتين كاتابوليزم بيزيد معاه كمان الاسيدز اللي جسمك ما بيعرفش يخرجها، لان الكدني حاليا بايظه، تمام كده؟ فبيحصل زياده في الاسيدز جوه جسمك بيكون عليها ميتابوليك اسيد، فتدخلك في حاله اسمها الميتابوليك اسيدوزيس، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب كمان بيقول لك ايه، هيحصل كمان حاجه اسمها هايبر باراثيروديزم، مش انا لسه قايل لك من شويه ان الكيدني يا شباب هي اللي كانت بتعمل لك الابزوربشن للكالسيوم، يعني هي اللي كانت بتعمل الابزوربشن للكالسيوم، طب دلوقتي الكيدني بايظ يبقى هيقل الكالسيوم ري ابزوربشن، تمام كده؟ ري ابزوربشن، تمام كده يا شباب؟ طب جميل، يبقى انت جسمك في نقص في الكالسيوم، فده يترتب عليه اول حاجه ان هيحصل ايه يا شباب؟ هيحصل طبعا البون فراكشرز بقى وكده، ووجع في العظام وامراض في العظام وهكذا. طيب كاستجابه لجسمك بقى، هيبتدي جسمك يطلع هرمون ايه يا شباب؟ الباراثيرويد هرمون ده هتزيد، تمام كده؟ يعني بسبب نقص الكالسيوم، فيحصل هايبر بارا ثايرويديزم، تمام كده؟ طيب جميل ماشي. طب لحد دلوقتي يبقى احنا كده والله الكالسيوم قل، فحصل الهايبر بارا ثايروديزم، وكمان هيحصل ايه يا شباب زي ما اتفقنا من شويه، ان هيحصل زياده في اليوريا في البلد، فتدخلك في حاله اسمها اليوريميا، تمام كده؟ اليوريميا. طيب خد بالك بقى، بما ان احنا بنتكلم على البون والكالسيوم، كان في فيتامين كده زمان كنا اخدناه كان ليه علاقه بالكالسيوم يا شباب والابزوربشن بتاع الكالسيوم، فاكرينه؟ فيتامين دي 3 اللي هو الكالسيترايول، تمام؟ فيتامين دي 3 ده يا شباب لو فاكرين، ده طبعا دي ان اكتيف فورم، الكالسيترايول هي دي الاكتيف فورم. طيب فاكرين فيتامين دي 3 ده كنا بنعمل له اكتيفيشن عشان نحوله لكالسيترايول بخطوتين، خطوه بتحصل في الليفر والخطوه الثانيه بتحصل في الكيدني. طيب ما حاليا الكيدني بايظه، يبقى الخطوه الثانيه من الاكتيفيشن من فيتامين دي 3 ده يا شباب مش هتحصل، وبالتالي انت هيحصل عندك ايه؟ هيحصل عندك امبيرمنت في فيتامين دي 3 اكتيفيشن، تمام كده يا شباب؟ يبقى امبيرمنت الخطوه الثانيه من الاكتيفيشن بتاعت فيتامين دي 3 مش هتحصل، وبالتالي يحصل عندك نقص في الاكتيف فيتامين دي 3، وطبعا نقص في الكالسيوم ابزوربشن، وكمان طبعا ده كله بيصب في مصلحه مين يا شباب؟ او النت ريزلت هتصب في مين؟ في الحلقه دي اللي هي الهايبر باراثايروديزم، تمام كده يا شباب؟ جميل. ده بالنسبه لايه كده يا شباب؟ احنا اتكلمنا على الكومبليكيشن اللي بتحصل في حالات الكرونيك كيدني ديزيز، والميتابوليك تشينجز اللي بتحصل برضه في نفس الحاله اللي هي الكرونيك كيدني ديزيز. طيب انا دلوقتي بقى محتاج ان احنا نعمل ايه يا شباب؟ انا محتاج ان انا اعالج الشخص ده. طيب قبل ما نعالجه يا شباب، احنا عايزين، احنا اتفقنا ان احنا نتكلم على المال نيوتريشن ونهتم بيها اكتر حاجه. طيب هو قبل بس ما نعالج الشخص ده يا شباب، احنا محتاجين نعرف هي المال نيوتريشن بتحصل ليه؟ يبقى ايه الكوزز اوف مال نيوتريشن؟ المال نيوتريشن. طيب عايزين نعرف ايه الاسباب اللي تخليك يحصل الشخص ده مال نيوتريشن بتحصل بسبب ايه؟ قال لك اول حاجه يا شباب اليوريميا اللي في جسمك دي، تمام؟ دي بتؤدي الى مال نيوتريشن. ثاني حاجه، لان دي عباره عن توكسيك ميتابولايت موجوده في البلد. طيب ثاني حاجه قال لك الميتابوليك اسيدوزيس، تمام كده يا شباب؟ طيب ماشي، دي برضو حاجه نتيجه برضو ان اليوريا عباره عن توكسيك، او اسف البروتينات لما بيزيد الكاتابوليزم بتاعها بيكون لك اسيدز، والاسيد دي ما تطلعش جوه جسمك، ما تطلعش من بره جسمك، يعني ما بتطلعش بره جسمك، فبيحصل ايه يا شباب؟ بيحصل لها اكيوميشن جوه جسمك ويحصل ميتابوليك اسيدوزيس. طيب ثالث حاجه يا شباب، ان الشخص اللي بيبقى عنده كرونيك كيدني ديزيز ده بيبقى بيحصل له امراض كتيره، او بيبقى يعني ايه الحاله بتبقى كومبليكيتد، وبيبقى معاها مصاحبه ليها امراض، يعني هو عنده كرونيك كيدني ديزيز وامراض ثانيه، الامراض الثانيه دي بنقول عليها الكونكرنت إلنس، يعني بيبقى عنده امراض ثانيه، الامراض الثانيه دي برضه بتدخله في ايه؟ في مال نيوتريشن. طيب كمان بيحصل الشخص اللي بيبقى عنده كرونيك كيدني ديزيز، رابع حاجه بيبقى عنده امبيرمنت في الابيتيت، تمام كده؟ نقص في الابيتيت، تمام كده يا شباب؟ الشهيه عنده ما يعني ايه، نفسه مسدوده كده، وبرضه عنده نقص في الاورال فود انتيك، تمام كده يا شباب؟ سواء سنترال، تمام، على بسبب يعني حاجه سنترالي بسبب الاعصاب وكده، يا اما حاجه، لان نعرف كمان ان نفس الشخص ده يا شباب بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده اللهم صل، بيبقى عنده جاسترو انتستاينال سايد افكت، يعني برضو ايه اليوريميا ده يا شباب، اليوريميا دي بتعمل سايد افكتس على الجي اي تي، سايد افكت اون جي اي تي، تمام؟ فده بتخلي برضو الشخص ده عنده نقص في الابيتيت ونقص في الاورال فود انتيك، تمام كده؟ يبقى كلها اسباب بتؤدي الى بعضها. طيب اخر حاجه بقى يا شباب، وهو اعتقاد خاطئ ان في بعض الناس يا شباب اللي هي يعني مثلا ايه، الناس العامه كده سمعت ان واحد بيغسل كليه مثلا، او واحد مريض كليه، فيقول له ما تاكلش لحمه وما تاكلش وما تاكلش، يقعد يقول له حاجات كتيره جدا ما ياكلهاش، فده بيخلي الشخص يا شباب ما ياكلش حاجات كتيره، وبيستغنى عن النسيسري نيوترنتس مهمه جدا لجسمه، وده بيدخله في بنقول حاجه اسمها ال دايركتد دايتري ريجمنتس، يعني
ايه يا شباب؟ يعني الشخص ده بيحصل له مشاكل بسبب ايه؟ قله الاكل، ان هو بيبطل اكل حاجات مهمه، بيبطل ياكل حاجات مهمه، الحاجات دي بتبقى مفيده للجسم. طيب هو هو في حاجات لازم هنقللها زي البروتينات مثلا، تمام كده؟ دي تقللها بس ما تقولوش ما ياكلهاش خالص، تمام كده؟ هنعرف ازاي هنقللها دلوقتي، تمام كده يا شباب؟ تمام، ده كده بالنسبه لي الكوزز بتاعت المال نيوتريشن. طيب جميل، انا دلوقتي بقى يا شباب عايز اعرف إيه ازاي نعالج بقى الشخص ده، يعني الشخص ده يا شباب ايه المانجمنت او ايه على مستوى طبعا من جانب النيوتريشن، يعني ايه مثلا انا كشخص مثلا متخصص في التغذيه، طب ودلوقتي مثلا انا بتابع حاله، الحاله دي ايه؟ كرونيك كيدني ديزيز، انا المفروض بعمل معاه ايه؟ بص يا سيدي، الشخص ده يا شباب اول حاجه انت محتاج ان انت تركز عليه، طبعا بما انك متخصص تغذيه بقى انت محتاج ان انت تريت المال نيوتريشن، تمام؟ ما جبناش حاجه جديده يعني، ده احنا جايين اصلا عشان كده ان احنا نعالج المال نيوتريشن، ده اول حاجه. تاني حاجه، انت الشخص ده مشاكله ايه يا شباب؟ الشخص ده الكليه بتاعته بايظه، وبالتالي الفلويد اللي هي الكدني المفروض بتعمل ايه؟ الكدني هي اللي بتخرج اليورين، يعني الفلويد الزياده اللي في جسمك بتطلعه هي اللي بتخرج لك الويست برودكت والتوكسيك ميتابولايت، هي اللي كمان اللي بتخرج لك بعض الالكترولايت الزياده اللي جوه جسمك زي البوتاسيوم والفوسفورس، وبالتالي انت الشخص ده اللي عنده كرونيك كدني ديزيز متوقع ان هو عنده زياده في الفلويد جوه جسمه ما بتطلعش، عنده زياده في التوكسيك ميتابولايت والويست برودكت جوه جسمه ما بتطلعش، وزياده طبعا في البوتاسيوم والفوسفورس، فانت محتاج ان انت تريديوس تقلل الويست برودكت الويستس، تمام؟ وتقلل البوتاسيوم وتقلل الفوسفورس طبعا، وكمان هتقلل طبعا الفلويد، تمام كده؟ وتقلل ايه؟ الفلويد. طيب جميل ماشي. قال لك طيب انا هعمل برضو الكلام ده ازاي يا شباب؟ قال لك والله الكلام ده يا شباب بيحصل عن طريق حاجتين اتنين مهمين، يبقى انت الخلاصه الموضوع بقى في كلمه جملتين اتنين، هتقلل الاملاح، هتقلل السولت انتيك، السولت انتيك وخصوصا طبعا الصوديوم يعني، تمام كده؟ الصوديوم خصوصا الصوديوم، وتاني حاجه هتقلل البروتين. طيب زي ما قلت لك من شويه انت مش هتقلل البروتين تقول له ما تاكلش بروتينات، لا طبعا انت بتحسبها له، المفروض لو شخص عادي يا شباب بتقلله يعني المفروض ان هو بياخد 8 من 10 جرام بروتين بير داي، بروتين بير كيلو جرام لكل كيلو جرام من جسمه يعني في اليوم، تمام؟ لو شخص ديابيتك يا شباب بتدي له من 8 من 10 الى 1 جرام بروتين بير كيلو جرام بير داي، تمام كده؟ طيب ماشي، هنفهم ليه دلوقتي؟ طيب انا يبقى احنا كده ايه الكلمتين الاساسيين اللي نعالجهم او نعملهم للشخص اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز، هنعمل حاجتين، نقلل السولت انتيك خصوصا الصوديوم ونقلل البروتين. طيب تعالى نعرفها واحده واحده بقى، انت لسه ليه بتقول يا عم نقلل الصوديوم انتيك؟ بص يا سيدي، ما انت دلوقتي لما تقلل الشخص ده مش هو عنده فلويدز كتير لسه قايل من شويه انت عايز تقلل الفلويد، طيب ماشي، ما انت عارف ان الصوديوم لو فضل محبوس جوه جسمك يا شباب الصوديوم ده دايما مصاحب بان هو بيجذب الووتر، تمام كده؟ فبيعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن، وده بيزود ايه يا شباب؟ بيزود حجم البلاد، وده بيزود العبء، لان المفروض كل شويه البلاد ده كل سيركيوليشن بيعدي على الكدن، فانت بتحمل اكتر على الكدن، فانت محتاج ان انت تقلل الصوديوم عشان تقلل الصوديوم اند ووتر ريتنشن وتقلل الحمل على الكدن، تمام كده يا شباب؟ ده اول حاجه. طيب هل طب واحد يقول لي طب ايه رايك ان احنا نخليه ما ياخدش صوديوم خالص؟ قالك ما ينفعش. ليه؟ لان المفروض ان انت اصلا في اليوم النورمال يعني ان انت تاخد 15 جرام من الصوديوم كل يوم، تمام؟ ولكن يا شباب قالك والله في الشخص ده هتقلل له الصوديوم لحد ما يوصل الى 2.3 من 10 جرام بير دي، اللي هي بتساوي يعني 2300 مللي جرام، تمام كده؟ عشان دي موجوده في كتاب 2300. طيب ماشي، ال 2 و3 دول اهميتهم ايه؟ عارف انت زي رشه الملح، لان انت لو جبت كده اي اكله يا شباب خاليه خالص، خاليه تمام من الملح مش هتعرف تاكلها، مستحيل ان انت تاكلها يعني مش هتبقى مستساغه تماما، تمام كده؟ فانت لازم يعني رشه ملح بسيطه، تمام؟ اللي هي بما تعادل 2.3 من 10 جرام من الصوديوم كل يوم، تمام كده؟ طبعا انت يعتبر كده نزلت الصوديوم يعني قللته خالص، تخيل من 15 جرام الى 2.3 من 10 جرام، فانت كده قللته خالص، فدي حاجه كويسه، ده اول حاجه، تمام كده يا شباب؟ طيب ماشي، تعالى بقى لحته ان احنا قلنا بنقلل البروتينز. بص يا سيدي، الفكره انا لسه قايل لك من شويه، تقليل البروتين ده هيعود عليك بالنفع حاجات كتيره، اول حاجه ان هو هتبقى حاجه امنه. طيب ليه امنه يا شباب؟ بص يا سيدي، بيقول لك والله ان البروتين ده يا شباب طبعا من ضمن البروتينات اللي في جسمك الالبيومين، صح كده؟ المفروض ان في النورمال وفي الحالات الطبيعيه ان الجلوميرولاي بتاعتنا اللي في النفرونات ما بتعديش الالبيومين، يعني الالبيومين ده من احد البلازما بروتين اللي لما بيروح كده عشان في اثناء الفلتره كده ده ما بيعديش اصلا، تمام كده؟ ده في الطبيعي. طب انت دلوقتي شخص عنده كرونيك كيدني ديزيز، فبيقول لك ان الشخص ده يا شباب البروتين في الحاله دي بيعدي، تمام؟ فاذا انا اول ما بلاقي البيومين في اليورين فمعنى كده ان ايه يا شباب؟ معنى كده ان الشخص ده اللي هو بيكون عنده البيومين يوريا، يعني وجود البيومين في اليورين، فمعنى كده ان الشخص ده عنده خلل في الكدني. طيب ماشي، طب تتوقع بقى كل ما يزيد الالبيومين اللي في اليورين مش ده دليل او ريفليكشن كده انعكاس ان كل ما زاد البروجريشن بتاع الكرونيك كيدني ديزيز؟
ايوه، لان كل معنى ان انت بتزود كميه البيومين كتيره جدا في اليورين، معنى كده ان الكدني بايظه خالص طبعا كده. انما لو كميه البيومين صغيره، معنى كده ان الكدني الضرر بتاعها قليل شويه، فبالتالي انت محتاج ان انت تقلل البروتين عشان تقلل الالبيومين يوريا، تمام؟ يعني تقلل كميه الالبيومين اللي بينزل في اليورين. كل ما يقل الالبيومين اللي بينزل في اليورين ده بيؤدي الى شباب ايه، الى نقص البروجريشن، او بيعمل سلو، يعني بيقلل البروجريشن اوف كورونيك كيدني ديزيز، تمام كده يا شباب؟ تمام. يعني كل ما قللت البروتين هيؤدي الى نقص الالبيومينوريا، وكل ده ما هيقلل ايه؟ هيقلل البروجريشن بتاع الكورونيك كيدني ديزيز. طيب واحد هيقول لي ايه يا عم المشكله ان الالبيومين ينزل في الجلوميرولاي؟ بص يا سيدي، انا لسه قايل لك من شويه ان الطبيعي ان الالبيومين ما يكونش موجود، فلما تلاقي الالبيومين موجود في الرينال تيوبولز، فدي حاجه مش طبيعيه، فيبتدي جسمك بيهاجمها ويعمل وطبعا بيحصل انجري للكيدني والرينال تيوبولز، وبيحصل فايبروزز، وانت بتبهدل الدنيا خالص، تمام كده؟ فانت قلل البروتين عشان يقل البيومين اللي بينزل في اليوريا، تمام كده؟ تمام، ده اول حاجه. طيب تاني حاجه قال لك والله كمان يا شباب، خصوصا الموضوع ده اكتر عند الناس الديابيتك، الموضوع ده بيبقى اكتر عند ايه؟ يعني بيبقى مهم اكتر في الناس الديابيتك كمان. طيب ماشي. تاني حاجه كمان، او في حاجه كمان معانا، بيقول لك ان ده بيقلل، احنا لسه قايلين من شويه ان ايه؟ ان البروتين يا شباب عند الشخص اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز اصلا بيبقى عنده زياده في البروتين كاتابوليزم، تمام كده؟ وطبعا قلنا البروتين كاتابوليزم ده بيديك في النهايه ايه؟ توكسيك ميتابولايت، والتوكسيك ميتابولايت دي غالبا معظمها بيكون اسيدز، وده بيعمل لك ميتابوليك اسيدوز. طب ما ايه رايك ان احنا نقلل اصلا البروتين، وبالتالي يبقى انا بقلل ايه يا شباب؟ انا كده بقلل التوكسيك برودكشن، بقلل التوكسيك برودكشن، يعني انا بقلل التوكسيك سبستانسز، تمام كده؟ وبالتالي كمان هقلل الاسيدز، وهعالج كمان الميتابوليك اسيدوزز، تمام كده؟ وبرده نفس الفكره هيؤدينا للفكره دي، ان انت بتقلل او بتعمل سلو للبروجريشن بتاع الكرونيك كيدني ديزيز. طيب ماشي، دي حاجه كمان قال لك كمان، ان انت لما بتقلل البروتين زي ما اتفقنا قلنا ايه؟ ده بيقلل الاسيدز، تمام كده؟ بيقلل الاسيد، وده بيدي يا شباب بيدي فرصه للبايكربونيت انها تزيد، بيدي فرصه لمين؟ للبايكربونيت اللي هي بتمثل الحاجه الالكالين اللي في جسمك، تمام كده؟ لان الشخص ده المفروض ان هو عنده ايه؟ ميتابوليك اسيدوزز. طيب ماشي، الميتابوليك اسيدوز ده انا عايز اعمل لها كومبنسيشن، يعني عايز اصلح الموضوع ده. طالما هو عنده اسيدوزز، يبقى انت محتاج ان انت تزود الحاجه الالكالين اللي هي البايكربونيت، فانت لما تقلل الاسيد بتدي فرصه للليفلز بتاعت البايكربونيت انها تزيد، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب انت هتقلل الاسيد ازاي؟ عن طريق ان انت برضه تقلل البروتين. طيب ماشي، دي حاجه كمان. وطبعا زي ما اتفقنا ان انت الموضوع ده برضه مهم في الدايابيتس، تمام؟ فانت كمان بتمانج الدايابيتس، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ كمان طبعا ايه الفكره، واحد هيقول لي مثلا احنا المفروض بنقلل البروتين ما نخليه ياكلش بروتين خالص؟ لا، انت فعلا احنا بنديله كام يا شباب؟ 8 من 10، تمام؟ جرام بير كيلو جرام بير دي، تمام كده؟ تمام، واتفقنا الشخص الدايابيتك هيبقى من 8 من 10 لحد 1 جرام، تمام كده؟ طيب ايه اهميه دول يا شباب؟ ان هم يمبروف البروتين ستورز، تمام كده؟ يعني انت ما تخليش جسمك خالي من البروتينات، تمام؟ لان برضو البروتينات بالنسبه مهمه بالنسبه لجسمك، فانت بتقللها، بس المقدار شويه دول هيبقوا مهمين عشان ايه؟ عشان البروتين ستورز، تمام كده يا شباب؟ تمام، ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للجزء يا شباب بتاع لحد الان، يعني الجزء بتاع المالنيوتريشن وعلاقتها بالكرونيك كيدني ديزيز، تمام كده؟ طيب النت ريزلت المفروض بقى الشخص ده زي ما اتفقنا اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز، برضو عشان ايه؟ نبقى قلناها كمان، ان الشخص ده يا شباب بيبقى عنده ويكنس وفاتيج وزياده في الانفكشن، وقلنا البونز عنده بيبقى عنده ضعيفه جدا، فبيبقى عنده زياده في الفراكشرز، خليك فاكر الحاجات دي، وبيبقى عنده بس كده، وبيبقى عنده بون ايك برضه، يعني وجع في العظام، تمام كده؟ عشان بس دي اتقالت في المحاضرات او كان زياده يعني، تمام كده يا شباب؟ تمام كده، خلصنا كل الجزئيه، يعني ايه الصفحه، الصفحات اللي هي الاولانيه، اول صفحتين او ثلاثه تقريبا، تمام؟ اللي هي ايه الحاجات اللي ما بين النيوتريشن والكرونيك كيدني ديزيز. طيب افرض بقى يا عم، لا انا مش الشخص اللي معايا ده مش كرونيك كيدني ديزيز، ده دخل في اند ستيج كرونيك كيدني، اند ستيج كيدني ديزيز، وحاليا بيعمل ايه؟ بيغسل كليه، بيعمل دياليسيز، تمام؟ الشخص ده يا شباب هل هيبقى شخص شبه الشخص اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز؟ مع بعض الاختلافات. بص يا سيدي، اول حاجه ان المفروض ده ايه اصلا اللي بتعمل الشخص ده برضه بيعاني، اللي بيغسل الكليه ده بيبقى برضه عنده مال نيوتريشن، تمام كده؟ طيب ايه الاسباب هنا يا شباب؟ ايه الاسباب اللي بتعمل مال نيوتريشن؟ اول حاجه يا سيدي، ان الشخص ده الدايلس او غسيل الكلى يا شباب بيعمل انوركسيا، بيعمل ايه؟ انوركسيا، تمام كده؟ يعني بيبقى انوركسيا دي يعني نقص في الابيتيت. طيب كمان بيقلل الاورال، برضه نفس الفكره، برضه بيقلل الاورال فود انتيك، يعني برضه ما بيعرفش ياكل عن طريق الفم وكده. طيب كمان الشخص ده طبعا ده بيكون بسبب ايه؟ لان الداياليسيس بيعمل جي اي تي كومبليكيشن، يعني بيأثر على الجي اي تي، تمام كده يا شباب؟ وطب الجي اي تي كومبليكيشن بتحصل بسبب ايه؟ بسبب برضه اليوريميا،
هو الشخص اللي بيحصل ده اكيد متوقع ان هو بنسبه كبيره عنده يوريك اسيد كتير او يوريا كتيره في البلد، فبيبقى عنده يوريميا، اليوريميا تعمل جي اي تي كومبليكيشن، والجي اي تي كومبليكيشن تعمل انوركسيا وبيقلل اورال فود انتيك. تمام كده يا شباب؟ يعني كلها بتؤدي الى بعضها. طيب كمان الشخص ده يا شباب اتفقنا ان هو برضه نفس الفكره، ما هو الشخص ده الكيدني عنده بايظه، فهو يعتبر نفس الحاله اللي قلناها من شويه، فهو عنده زياده في البروتين كاتابوليزم، وبرضه نفس الفكره عنده ميتابوليك اسيدوزس، اللي بنحاول طبعا نصلحها للشخص ده بايه؟ بصوديوم بايكربونيت وحاجات الكالين وكده. تمام كده يا شباب؟ طيب كمان الشخص ده نفس الفكره برضه، بيبقى عنده نقص في الكالسيوم. تمام؟ ونقص الكالسيوم ده يا شباب يؤدي الى هايبر بارا ثايروديزم، واللي بيخليه طبعا بيعاني من ايه يا شباب؟ اللي بيخليه بيعاني من فتيج وويكنس وضعف في البونز، وكمان زياده في حدوث الفراكشرز وهكذا. طيب كمان بيحصل بقى في شويه حاجات يا شباب بتبقى ريليتد للدياليسيس، يعني بنقول عليها الدياليسيس اسوشيتد فاكتورز، يعني حاجات بتحصل بتؤدي الى مال نيوتريشن اثناء الدياليسيس. اول حاجه لوس اوف النيوترينتس، لان الدياليسيس ده يا شباب هو معتمد ان انت بتاخد البلاد تخرجه بره جسم البيشنت، يعني تنقيه كده من، يعني طبعا كلنا عارفين جهاز غسيل الكلى، ان الدم بيعدي كده من خرطوم وبعد كده يتفلتر ويتنقى ويرجع تاني. فطبعا التنقيه دي يا شباب بتخلي ان الدم يفقد كتير جدا من المغذيات، من جلوكوز وامينو اسيدز والكترولايت، حاجات كتيره جدا، فهو بيفقد مغذيات كتيره جدا، فده بيخليه برضه يدخل في حالات مال نيوتريشن. هو ممكن يكون بياكل كويس او هو بياخد تغذيه كويس، ولكن اثناء غسيل الكليه لحظه ما الدم بيعدي على جهاز غسل الكليه ده، فبيقول لك والله وهو بيعدي كده الدم بيتفلتر من حاجات كتيره او بيفقد حاجات كتيره، اهمها طبعا نيوترانت اسمه مهمه جدا، بيحصل ايه؟ لوس اوف نيوترانتس. تمام كده يا شباب؟ طيب كمان بيقول لك ان بيحصل كمان اندكشن زي ما اتفقنا برضو، زياده في البروتين كاتابوليزم. تمام كده؟ كاتابوليزم. تمام كده؟ ده بالنسبه لايه؟ وطبعا ده برضو ايه اتفقنا اللي هيعمل الحاجات اللي فوق دي كلها. تمام كده يا شباب؟ طب انا دلوقتي والله انا ايه الفكره؟ يعني الشخص برضو اللي بيغسل الكليه ده ايه الهدف الاساسي من ان انا بعالجه؟ قال لك والله انت محتاج ان انت تمانجمنت كذا حاجه. اول حاجه يا شباب انت محتاج ان انت تعالج المال نيوتريشن، يبقى تريت المال نيوتريشن دي، المال نيوتريشن في الايرلي ستيج، ان ايرلي ستيج يعني تنهضها من الاول كده بمعنى صح، كل ما عالجتها من الاول ومشيت مع الشخص اللي بيصل كده كده من الاول وبقى ماشي على دايت مناسب ومعاه متخصص تغذيه بقى وكده والدنيا تمام، فده بيقل طبعا بيعمل ايه؟ سلو البروجريشن وبيقلل المال نيوتريشن عنده. طيب كمان بيقول لك والله ان انت عايز تمنتين زي ما اتفقنا ان انت تحافظ على النيوتريشنال ستيتس بتاعته او الحاله الصحيه بتاعته والتغذيه وكده، تحافظ عليها سليمه، وفي طبعا في يعني تكتب له كل حاجه وتحسبها له وهو ياخد المغذيات بتاعته بنسب بالانسد واديكويت. تمام كده؟ طيب كمان ان انت بتحاول ان انت بتقلل، ان انت بتقلل ايه يا شباب؟ الويست برودكت، بتقلل ايه؟ الويست برودكت جوه جسمه. تمام؟ تقلل الحاجات الويست برودكت، لان كل ما حصل لها اكيوميشن جوه الجسم كل ما ده هينعكس على الشخص بالسلب، فانت بتقلل الحاجات دي وتقلل الاكيوميشن بتاعها جوه الجسم عشان يفيده. تمام كده؟ طيب بعد كده كمان بيقول لك ان انت بتحاول ان، لان قلنا من ضمن الويست برودكت ده يا شباب مين؟ اليوريا. طب ما اليوريا قلت انها بتعمل ايه؟ بتعمل يوريميا، واليوريميا دي قلنا بتعمل ايه يا شباب؟ اليوريميا قلنا من احد الاسباب اللي بتؤدي الى كارديو فاسكولار ديزيز، كارديو فاسكولار ديزيزز. صح كده يا شباب؟ طيب ما انت لما تقلل الوست برودكت من ضمنها ان انت بتقلل اليوريا، فبتمنع اليوريميا وبتقلل الكاردو فاسكولار ديزيز، وبالتالي طبعا الكارد قلنا دي اصلا دي اللي بتموت، فيبقى انت كده بتقلل المورتاليتي والموربيديتي. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب ده وطبعا في النهايه طبعا كل ده برضو بيعمل سلو بروجريشن للكيدني. تمام؟ وبيحسن الحاله الصحيه بتاعت الشخص ده. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك بقى بالنسبه للنيوتريشنال مانجمنت، او المفروض ان احنا نتصرف ده ايه؟ ده الغرض من العلاج، او الغرض ان احنا بنهتم بالنيوتريشن مع الشخص اللي بيعمل دايليسيس. تمام كده؟ طيب هو انا المفروض بقى ههتم بيه ازاي؟ او انا المفروض اعمل له ايه؟ شخص بيغسل كلى، المفروض انا اعمل له ايه يا شباب؟ بيقول لك والله انت المفروض تفهم ان الدايليسيس ده يا شباب عمليه كاتابوليزم، عمليه كاتابوليك، عمليه ايه يا شباب؟ كاتابوليك، بوليك. تمام كده؟ يعني العمليه دي يا شباب بتخليك تخسر حاجات كتيره جدا من جسمك، من ضمنها امينو اسيد وبتزود البروتين كاتابوليزم، فهي بنقول عليها كاتابوليك بروسيس. كاتابوليك ايه يا شباب؟ كاتابوليك بروسيس. تمام كده؟ فالشخص ده بيبقى معرض زي ما اتفقنا الى سيفير مال نيوتريشن، بيبقى معرض ان هو يفقد امينو اسيدز بكميات كتيره. تمام. طيب بيفقد حوالي كام يا شباب؟ اللي بيخص الشخص اللي بيحصل كده ده بيقول لك ان هو بيفقد تقريبا من 10 الى 13 جرام من الامينو اسيد كل يوم، من الامينو اسيد كل يوم يا شباب. يعني تخيل ده رقم كبير برضو. تمام كده؟ من 10 ل 13 جرام من الامينو اسيد كل يوم. تمام. طيب بعد كده فده طبعا لو هو فضل يفقد الامينو اسيد دي من غير انت ما تعوضها له، فده طبعا بيخليه يا شباب طبعا هيدخل في سيفير مال نيوتريشن، بيزود المورتاليتي والموربيديتي. تمام كده؟ لان هو ايه هيتبهدل خالص. تمام كده يا شباب؟ تمام.
ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمفروض ان انت تخلي بالك، او ان انت احنا المفروض ليه بنعمل اصلا نيوتريشنال مانجمنت للشخص ده؟ عشان زي ما اتفقنا، ان الدايلسيس ده عمليه كاتابوليك، والشخص ده بيفقد امينو اسيد بكميات كبيره 10 13 جرام من الامينو اسيد، وده بيؤدي في النهايه الى زياده المورتاليتي، تمام، المورتاليتي والموربيديتي كمان، وزياده المال نيوتريشن، تمام كده، المال نيوتريشن، تمام كده يا شباب، تمام. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للحته دي. طيب اخر حاجه معانا بقى، المفروض زي ما اتفقنا ان احنا هنتبع ايه بقى، والمفروض اعمل له ايه؟ قال لك والله يا سيدي ببساطه، انت اول حاجه هتريد التشينجز، يعني تشوف التغيرات او الحاجات اللي ظهر على البيشنت ده، الاعراض يعني، وتشوف وتعالجها. طيب انا هلاقي على الشخص ايه ده يا شباب؟ اول حاجه ان انت لازم تغسل له كليه كويس، لان في بعض يعني تعمل التكنيك كويس غسيل الكلية نفسه يكون كويس، تمام، العملية نفسها، تمام كده، لان انت لو غسلت له كلية بطريقة غلط، او يعني ايه الاخطاء اللي بتحصل اثناء غسيل الكلية ده، كل دي يعني ايه بيأذي البيشنت في الاخر، تمام كده. يبقى اول حاجة ان انت بتعمل ايه يا شباب؟ بتعمل اديكويت ايه، اديكويت دايلسيس بريسكريبشن، دايلسيس بريسكريبشن، تمام، لان اتفقنا لو حصل ان اديكويت، انت يعني لو شخص اصلا بيحصل له ان اديكويت دايلسيس بريسكريبشن، انت بتحاول ان انت ايه تتريد الان اديكويت ده، يعني في الاخر كده ان انت تغسله كليه كويس، تمام. ده اول حاجه. طيب تاني حاجه، قال لك والله ان انت محتاج ان انت، مش الشخص ده اتفقنا انه عنده ميتابوليك اسيدوزز، فانت محتاج ان انت تصلح له الميتابوليك اسيدوزز، تمام كده، محتاج ان انت ايه تريد، خد بقى اكتب كلمه ايوه تريد اهي، تريتمنت، هتعالج الان اديكويت دايلسيس بريسكريبشن، هتعالج الميتابوليك اسيدوزز، تمام كده، زي ما اتفقنا بصوديوم بايكربونات وحاجات الكالينز وكده. طيب بعد كده كمان هتعالج، زي ما اتفقنا الشخص ده يا شباب عنده نقص الكالسيوم، وبالتالي عنده زياده، عنده هايبر بارا ثايرويديز، تمام كده، اتفقنا الشخص ده هتعالج الهايبر بارا ثايرويديز، انت بما ان انت تدي له كالسيوم مثلا، تعوض الكالسيوم ديفشنسي اللي عنده، تدي له مثلا فيتامين دي سبلمنتيشن، هكذا يعني، تمام كده، تدي له حاجات جاهزه، تحاول تعالج مين؟ الهايبر بارا ثايرويديز، وتعالج نقص الكالسيوم اللي عنده. طيب كمان هتبتدي، لو الشخص ده اتفقنا ان الشخص ده بيبقى معرض للانفكشن ومعرض انه يحصل له امراض بسهوله، تمام، فانت هتحاول كمان ان انت تعالج ايه؟ الانكرنت النس، اي امراض عنده يا شباب تعالج. طيب ماشي، احنا هنتريد ايه كل الحاجات الظاهره عليه. طيب كمان بقى بعد كده هتدخل بقى يا شباب ان انت الشخص ده هتبتدي ان انت ايه تمشيه على لايف ستايل معين، يعني تعمل له حاجه اسمها دايتيك كاونسلنج، يعني ايه؟ يعني تفهمه بقى، تقعد تحسب له البروتينات اللي المفروض ياكلها، والاملاح اللي المفروض ياكلها، تقول له تاكل كذا وتاكل كذا وتاكل كذا وهكذا يعني، تمام، تظبط له الاكل بتاعه، تمام، ده معنى كلمه دايت كاونسلنج يا شباب، عن طريق ان انت تظبط له الاكل بتاعه. طيب بعد كده كمان هتعمل ايه؟ قلنا الشخص ده غالبا يا شباب بيبقى عنده انوركسيا، وعنده نقص في الاورال فود انتيك، ما بيعرفش ياكل عن طريق فوق، واحنا خدنا موضوع قبل كده اسمه الهوسبيتال نيوتريشن، قلنا الشخص اللي هو الدايلسيس ده كنا قلناها قبل كده ان هو المفروض ما بيعرفش ياكل، فانت بتعمله بارينترال نيوتريشن، تمام كده يا شباب، بتعملوا ايه؟ بارينترال نيوتريشن، حاجه اسمها انترا دايالتيك بارينترال نيوتريشن، تمام كده يا شباب. وهو اثناء ما هو يا شباب بيغسل الكليه، المفروض ان هو بيبقى متركب له ايه؟ انابيب، المفروض انها بتغذيه، تمام كده. طيب طبعا الانابيب دي بارينترال يعني ايه؟ اي في يعني، تمام كده، يعني ايه يا شباب؟ اي في. طيب المفروض انت بتغذيه زي ما اتفقنا، المفروض الشخص ده دمه بيبقى بره، وبيفقد كميه جدا من كتيره جدا من الامينو اسيد، فانت بتحاول في نفس الوقت تعوضه عشان ما يحصلوش ايه؟ ما يحصلوش نيوتريشن والكومبليكيشن اللي قلنا عليه، تمام كده يا شباب، تمام. اخر حاجه معانا بس يا شباب هي حاله الهايبر باراثيروديزم، او اسف الهايبر ليبيديميا، الهايبر ليبيديميا، بيقول لك ان الاشخاص دول يا شباب بيبقى عندهم هايبر ليبيديميا، تمام كده. طيب هو احنا عايزين، انت المفروض يا شباب ان طالما هم عندهم هايبر ليبيديميا هتعالجها ازاي يا شباب؟ هتقول له والله حاول تقلل الفود الفات انتيك، صح كده، تمام، الفات انتيك. طيب واحد هيقول لي والله معلش، ما الفات دي في منها ساتوريتد وان ساتوريتد، يعني في منها الضاره والنافعه، هو المفروض بديه هيقلل مين؟ هيقلل الساتوريتد، تمام كده، هيقلل مين يا شباب؟ الساتوريتد فاتي اسيد، تمام كده، تمام، يقلل يعني الدهون الضاره. طيب وممكن يستبدل الدهون الضاره، يعني ممكن يزود عادي او ياكل عادي unsaturated fatty acid. طبعا unsaturated دي في منها المونو والبولي، المونو unsaturated fatty acid، المونو والبولي unsaturated fatty acid، تمام كده، فهو ياكل الحاجات دي عادي، انما يقلل الساتوريتد فاتي اسيد، تمام، لان الساتوريتد فاتي اسيد دي يا شباب بتبقى ضاره. ده مش بس كده، قال لك كمان انت ممكن تزود له الفيزيكال اكتيفيتي، تمام كده يا شباب، تمام. يبقى الشخص اللي عنده، الناس دول بيبقى عندهم هايبر ليبيديميا، هتعالجها ازاي يا شباب؟ هيقلل الساتوريتد فاتي اسيد ويزود الانساتوريتد فاتي اسيد، تمام كده، الانساتوريتد اللي هم المونو والبولو البولو انساتوريتد فاتي اسيد، تمام كده، مع ان هو بيعمل طبعا انشطه، يعني ايه فيزيكال اكتيفيتي وكده، فده كله يا شباب بيؤدي الى علاج. طبعا انت هتعالج الهايبر ليبيديميا، طبعا الكومبليكيشن بقى بتاعت الهايبر ليبيديميا من تاثيرها على الكارديو فاسكولار سيستم وهكذا يعني، تمام كده، وكمان الانفلاميشن، وهتقلل الانفلاميشن وهكذا، تمام كده. طب انت لو، يبقى انت لو عالجت المشكله دي هتعالج كل الكومبليكيشن بتاعتها، تمام كده يا شباب. ف
تمام، اتمنى يا رب ان انا كده وضحت كل الكلمه كده. احنا قلنا الحمد لله يعني قلنا كده كل الكلام اللي موجود في الكتاب. تمام كده يا شباب، اتمنى يا رب التسلسل ده يكون يعني والكتابه جابت معاكم بالنفع يعني. تمام، يمكن اخر حاجه بس عايز اذكرها يا شباب، احنا ذكرنا كلمه كورونيك كيدني ديزيز وهيموداليسيس وغسيل الكليه. انا عايز بس اذكر موقف حصل قدامي والله، بس يعني ايه حاسس ان المفروض انقله. تمام، كموعظه ليا الاول وموعظه ليكم. تمام، نتعظ يعني باذن الله. بصوا يا شباب، انا في مره والله كنت قاعد، فشخص كبير قاعد جنبي كده، كنا يعني في اجتماع عائلي. المهم ان الشخص ايه اول مره اقعد معاه عادي، فهو راجل كبير في السن والله يا شباب، لقيته مره واحده كده هو بيغسل كليه، والمفروض ان هو بيقلل شرب ميه يعني شويه حاجات كده ما علينا من الاعراض. المهم ان هو ايه يعني ايه ده الدكتور منبه عليه ان هو ما يشربش ميه كتير عشان ده بيأثر على الدايلسيس تمام كده، على غسيل الكليه يعني. فوالله يا شباب والله وانا قاعد كده لقيته في مره واحده كده لقيته بيقول، ما هو ملى كوبايه ميه، فلقيت الشخص ده ما بيشربش دايما يعني ايه العصاير مثلا الميه، انا لقيت ان هو ما بيشربش الحاجات دي، ما بيكملش الكوبايه، كوبايات صغيره ما بيكملهاش، هو جاست ان هو ممكن ياخد بق بس تمام كده، كميه صغيره جدا. لحد ما لقيته بيقول والله بيكلم واحد جنبه بقى، واحد عمال يتكلم معاه ان هو بيروح يغسل قد ايه وبيغسل فين وهكذا يعني، والناس كويسين وهكذا تمام. فبيقول له والله انا ببقى نفسي بس ان انا اكمل كوبايه الميه، والله يا جماعه اتقالت كده بالنص، ببقى نفسي اكمل كوبايه الميه. تمام، حرفيا الكلمه دي نزلت، انا طبعا كنت قاعد ما كنتش بسمعه، ولكن الكلمه دي ضربت في وداني، فبدات ابص له وبدات اركز معاه. فبص يا شباب الناس دي والله اقسم بالله هو بيتكلم على كلمه انا نفسي اشرب كوبايه الميه دي، يعني بص الواحد يعني مقصر في حق في شكر ربنا كتير جدا. احنا بندخل الحمام وبنشرب ميه براحتنا وبنعمل كل اللي عندنا. يمكن انا الموقف ده بيفكرني بقصه هارون الرشيد مع تقريبا واحد كان اسمه ابن السماك تقريبا على ما اتذكر يعني. المهم ان هو كان يعني هارون الرشيد كان بيقول لهم هاتوا لي كوبايه ميه، عايز يشرب يعني عادي جدا. فالمفروض ان هو بيشرب كوبايه الميه دي يا شباب، فجيب ابن السماك ده يعني واحد بقى ايه ناس من الصالحين ما علينا يعني. المهم ان هو ايه بيقول له ارايت ان منعت كوب الماء هذا، يعني ايه رايك كده لو احنا انت مش لاقي كوبايه الميه دي تشتريها بقد ايه؟ قال له بنصف ملكي. يعني ايه انا طبعا هارون الرشيد كان عنده امبراطوريه، الدوله بتاعت هارون الرشيد كانت كبيره جدا تمام، والملك بتاعه كان يعني حرفيا حاجه كبيره جدا تمام. ف هو اشترى كوبايه ميه بنص ملكه واللي هو حاجه كبيره جدا. طيب بعد ما شربها قال له خلاص ماشي، فراح قايل له هنيئا يعني خلاص اشرب بقى بالف هنا وشفا. طيب بعد كده راح قال له ايه بعد ما خلص قال له انتظر يا امين يا امير المؤمنين، ارايت ان منعت اخراج هذه يعني ايه رايك لو انت ما عرفتش تطلع الميه دي، بمعنى ان انت ما عرفتش تتبول يعني تمام، الميه دي اتحبست جوه جسمك. قال له والله يعني احاول اخرجها ادفع نص ملكي عشان ادخل الحمام عشان اخرج الميه دي تمام كده. قال له يعني ايه طبعا ده هو ايه هو كده طبعا هارون الرشيد ما كانش واخد باله من الحكمه، ان الراجل ده عايز يقول له ان انت اشتريت كوبايه ميه بنص ملكك وحاولت ان انت تخرجها من جسمك بنص ملكك الثاني، يعني انت اشتريت يعني شويه ميه اشتريتهم بملكك كله تمام. فراح قايل له في الاخر ايه، قايل له لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء تمام كده يا شباب. ويمكن طبعا ربنا قال في القرآن الكريم الآية طبعا كلنا يمكن يعني ايه الدكتور حسام موافق كان هو اللي تدبرها يعني، ربنا يحمي من الفتن يا رب. كان ربنا بيقول ايه، وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين، يعني احنا نزلنا ميه من السماء كده وانتوا هتشربوا الميه اللي انتوا تشربوها وما انتم له بخازنين، يعني انت لازم تخرج الميه دي، يعني ربنا خلاك تحس ان انت عشانه بتشرب وجعلنا من الماء كل شيء حي تمام قشطه، بس خد بالك انت ربنا برضو خلق لك السيستم والجهاز اللي يخرج لك الميه دي، لان لو الميه دي فضلت جوه جسمك حرفيا انت يعني في يمكن ممكن سمعت الموضوع ده ان الميه لو اتحبست جوه الجسم بتعمل تسمم تمام كده، وكمان انت بتشوفه دايما يعني ايه يمكن احنا بناخد كيدنا اهو. فانا حبيت بس اذكر الموقفين دول والموقف اللي حصل معايا والايه وقصه هارون الرشيد عشان بس كلنا نقول الحمد لله وما نستهزاش، لان انا بسمع كتير وانا يمكن برضو ساعات بقول تفلت مني ساعات نقول يا عم ده احنا شكلنا هنبقى كليتنا قريب، هو مهما كان شوف ملك هارون الرشيد كله ما اشتراش كوبايه ميه. فانت والله لو العالم كله اتحط في ميزان وكليتك اللي انت بتستهزأ بيها اتحطت في ميزان، كفه كليتك هي اللي هتطب وهي اللي هتكسب وانت هتختار كليتك تمام كده يا شباب. نتدبر في الموضوع ونتعظ ونحمد ربنا ونشكر ربنا، وربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب، يحمينا جميعا ويعافينا دايما ويعافي كل احبابنا لو في حد منهم مريض يا رب. وبس اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، وكلنا نقول الحمد لله يعني بالتوفيق يا شباب ان شاء الله، وربنا يوفقكم يا رب.